كيف بيتم جمع الحليب من الفلاحين بألمانيا؟ ليه في فلاحين تجارة وبتشرب الحليب بلا ما تغلي؟ لتعرف أكثر عن التكنولوجيا والماكينات الألمانية بهذا المجال، تعال معي بهالجولة. الأبقار بتنحلب بطريقة فل أوتوماتيك أو بالطريقة التقليدية أو نصف آلية. المعدات المستخدمة لازم تتنظف وتتعقم بشكل كتير جيد مثل ما شايفين. سيارة جمع الحليب بتمر بشكل يومي لعند الفلاحين. في جهاز إرسال بهيدي السيارة، بس توصل لعند الفلاح بتعطيه كل المعلومات، اسم الفلاح، رقم الخزان وعنوانه. لازم ما تكون درجة حرارة الحليب أكثر من 6 درجات. الكمبيوتر بيقيس درجة حرارة وبيعد كم لتر حليب، وبياخد عينة من كل فلاح للفحص السريع وعينة لاختبار مكونات الحليب. ولازم السائق يشغل جهاز الآلي لتنظيف الخزان عند الفلاح بس يخلص جمع الحليب من الفلاحين، بيروح على معمل حليب أو معمل أجبان. بيوصل أول شغل بيعملها، بياخد هيدي القنينة يلي فيها عينة صغيرة من جميع الفلاحين وبيعمل فحص. إذا طلعت نتيجة اختبار حليب إيجابي، وهيدي نادر لتصير، بينكب كل الحليب وبينعرف أي فلاح كان عنده البكتيريا من خلال العينة اللي أخذ الكمبيوتر. بهيدي الحالة بيتغرم الفلاح بتكاليف نقل الحليب وأجور الحليب وكمية الحليب الكاملة اللي انجمعت من جميع الفلاحين. هون طلعت النتيجة سلبية وهلأ بيتفضل حليب. بعدين بتتنظف خزانات السيارة بهيدي الطريقة وبتستهلك كمية وفيرة من الماء. ليه الفلاح بيتجرأ وبيشرب الحليب بلا ما يغلي؟ قانونياً لازم ينغلى الحليب على درجة حرارة 72 لمدة تتراوح بين 20 و 30 ثانية. طيب شو هي العوامل بتخلي البكتيريا الضارة تتكاثر بالحليب؟ أولاً إذا كانت البقرة مريضة. 2- تخزين الحليب بطريقة سيئة. 3- عدم وجود نظافة. تربية الأبقار والمواشي في ألمانيا وفي أوروبا هي عادي متوارثة منذ عقود طويلة. الفلاحين صار عندهم خبرة طويلة بهذا المجال، وتعلموا وعلموا أولادهم بالمدارس والمعاهد المختصة. المعمل بيطلب مواصفات وشروط معينة ليشتري الحليب من الفلاحين. على سبيل المثال، مش لازم تكون نسبة الدسم قليلة. الفلاح ما بيقدر يغلط أبدا أو رح يتغرم مبالغ كبيرة، كرمال هيك عندهم ثقة بمنتجاتهم. حبيت أعمل هاي الحلقة اليوم لتسليط الضوء على الفلاحين في البلاد الفقيرة. كلنا منعرف سوء إيرادات الفلاح، وأغلب الفلاحين عم تفكر تهاجر عن مدينة لتحسين وضعها المعيشي. السودان فيها أكثر من 50 مليون بقرة وأغلب شعبها فقير. هولندا عندها ما يعادل 1 مليون بقرة، وهذا الشيء بيعمل إيرادات عالية للدولة ولسكانها. ليه رجال أعمال ما بتعمل معامل أجبان وألبان وبتشتري الحليب من الفلاحين بشكل منتظم وبسعر عادل؟ هيك الفلاح بصير عنده دخل ثابت، بالعكس بصير يزيد عدد الأبقار عنده وبيحسن جودة الإنتاج. صاحب المعمل عم بيشتري الحليب عم بيحوله لأجبان وألبان وعم ببيعه بالمدينة. ابن المدينة بضل بالمدينة وابن الضيعة بضل بالضيعة.
نسبة البطالة بتنزل، ضغط على المدينة بخف.